يقولنا أخواتنا عندنا لدى الناس عادة، وهي أنه لما يريد أحدهم بناء مسكن يقوم عندما يوضع الحجر أول مرة يقوم بذبح واحدة من الغنم، وعند سقف المنزل واحدة ويسمونها فداء. فهل هذا وارد في السنة أم أن هذا من البدع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا إذا كان هذا الذبح من أجل الجن أو ذبح للجن على اعتقاد أن هذا يدفع ضررهم أو يجلب خيرا لأهل البيت، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. أما إن كانوا يذبحون هذه الذبائح على نية أنها لله ويقصدون بها الطاعة لله والصدقة بلحمها، فهذا يكون من البدع، لأنه لم يرد دليل على الذبح في هذه الحالة أو في هذه المناسبة. فهذه عادة جاهلية ولا تخلو إما أن تكون بدعة أو تكون شركا بالله عز وجل. فالواجب تركها والتحذير منها، التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحفظ عباده وهو الذي يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الضرر، وليست الذبائح أو من يتقربون إليهم بالذبائح من الجن والشياطين. كل هذه عادات جاهلية وأمور شركية يجب على المسلمين أن يحذروا منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.